يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة سهر الليل يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة سهر الليل يا ابو تلاتة. شفت هذا لاعبك مصاب؟ شفت عطى روح بدري عليك يلا روح روح القم. عامل لتوصيل الطلبات، كيف اقدر اخدمك؟ ابشر بعزك، ارسل اللوكيشن واجيك على طول سريع سريع. مع السلامة. بدري وين رايح؟ توك جاي. ابد رايح مشوار وراجع. هب شغال زي المدوان. ايه قل ما شاء الله قل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كمل عني يلا. تعال. نفس الفرق ولا الثانية؟ نفسه كمل فريقه. السلام عليكم. عليكم السلام. آمرين يا خالة. هذا العنوان، هذه الفلوس. أسمي أبشري. مع السلامة. يا محمد محمد تعال 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 يلا شيلوا الصندوق شيلوه شيلوه. كفو كفو. ركبه ركبه. خذ خمسة يلا توكل على الله. أبشر بينك وبينه يلا خمسة خمسة. أول مرة ترى. روح يا شيخ غشيم. هلا. إيه وخر. إيه. السلام عليكم. السلام. السلام. تعال شوف يا أبوي من يوم ما رحت ما في إلا تكسير روش. روح. كيف التوصيلة؟ يا رجال أي توصيلة؟ واحدة أعطتني صندوق ورقة فيها عنوان وتليفون. رحت للعنوان لقيته بيت مهجور. أتصل عليه ما يرد. طيب ارجع اتصل مرة ثانية. سبك أنت، أقول لك أتصل عليه ما يرد. والصندوق فين؟ الصندوق بالسيارة. اسمع انت وهو، دام الموضوع فيه جثث لا اعرفكم ولا تعرفوني، انتم من طريق ولا من طريق. عفوا يا شكر، تترك خويك تترك خويك، هذه جريمه انت ما تفهم، هذه جريمه. طيب اتصل على اللي طلب منك مشوار. واضحه يا ابوي، قال لك ما يرد، اكيد دبس الغبي ذا في الجثه. تستهبل انت وجهك، يعني الميت اتصل عليك قالك تعال وصلني؟ لا، اللي قتله هو اللي اتصل من جوال المرحوم، بس الحين لازم اطلع المجرم قبل ما يوصل الموضوع للشرطه. فكنا من الموضوع هذا، ايش نسوي؟ الجثه حتعفن. يا عيال الحين ندخل الجثه بالثلاجه وبعدين نتفاهم. يلا شيلوا معي. حول القوة الا بالله. وش فيك؟ ثلاجتنا خربانة، نسيت انت هو؟ ابوك انك وش نسوي الحين؟ والله ما ادري. الا تعال عامر، اهلك ما تقول لهم مسافرين؟ الا يلا مشينا. يلا
راح 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 يلا راح. شو من عندك شو من عندك؟ ارفع 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 فوق. لا ثقيل بعد. دقيقة دقيقة عيال. اصبر اصبر اصبر. فيك انت؟ كيف يدخل الصندوق من هنا الحين؟ اي والله انك صادق. طب اسمع. ما لنا لباب الصالة. يلا. يلا شل شل. يلا عيال. عمر! خير ان شاء الله، شو الصندوق هذا؟ فواكه. لحم. خضار. ها. والله بس حسب مثل الناس. نقصد ان الصندوق ذا فيه فواكه وخضار ولحم. نبي نوزع للفقراء والمساكين. جزاكم الله خير. عم تسوي لي قهوة ابوك تعبان. ابشر ابشر يبا. ما سافرتوا؟ رحنا وفاتت الطائرة. ايه ما شاء الله. يلا نسوي قهوة. ابشر ابشر يبا. خلاص عيال. انتم ودوا الصندوق بلونيت وانا بلحقكم ها؟ يلا شيلوها. شب عندك شب عندك. ليه حطيتها في الزبالة؟ عشان ياكلونها حقين البلدية. يا ذكي يا اخ. وين الصندوق؟ شوف حليت لك المشكلة. ما بول انت وياه؟ وإذا سألوهم من وين أخذتوها؟ وبصماتنا كلها عليها. امش. شغل. متأكد ان هذه هي العمارة؟ اي متأكد هذه العمارة. طيب اي شقة؟ ما ادري. كمان ما تدري؟ واضح ان الشغلة محبوكة. يا عيال الجثة تمشي. هاي جثة. الميت اللي في الصندوق يمشي على رجوله، شايفه؟ مهبول انت، مهبول. شكل الصدمة أثرت عليك. والله العظيم شفته يمشي برجوله. امشي 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 معي امشي. والله شايف يمشي. ها هذه الجثة ولا لا؟ طيب اللي شفته مين؟ هذا اكيد جني، الهرجة فيها جن. أقول اسكت، ترى ما هو بوقتك. أنت بتكون معاك وتدخلني السجن. شكش عويض الله من شرك، ترى ما نبي رايق لك. رجال البيت ما بمشي معاك وأنت كمل. لا يا شيخ، طول عمرك الخمة، ما توقف مع خويك، أنا أوريك بس. يا عيال ترى صوتكم ذا المرتفع ما راح يفيدنا بشيء. عامر روح وراه. أبى أروح وراه أجل وشو.
ايه هذا دخل الشرطة، احنا كده تنكبنا. مشينا يا عيال، مشينا. ايه الحرامية صار يقول ميت. اسكت لا تفضحنا، امشي. خليهم ايش تبغى فيهم؟ هذول يستاهلوا يلبسوها. يا اخوي ما نقدر نتركها. ليش من بقيه اهلك؟ يا حبيبي الصندوق فيه بصماتنا، ما تفهم انت؟ رح رح جنبه، رح جنبه يا عامر. وقف، في جثه، في جثه. جثه جوا الصندوق، وقف. اسروا على ما واجهته يا عيال. أنا أقول يا عيال نمسح بصماتنا من الصندوق، من الجثة كمان، ونرجع الصندوق مكان ما أخذته، ولا من شاف ولا من دري. يا عيال اللي قتلوا الرجال ما هم سهلين، ما قتلوه وحطوه بالصندوق إلا هم عارفيني. أنا أقول ندق العمارة باب باب. والجثة وين نوديها؟ قتلوا الرجال وجثة؟ سلام عليكم. تركي تعال، تكفى تكفى، محتاجينك توقف معنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن دقيقة لو سمحت؟ أمر. الرقم ذا تعرفه؟ ده الأستاذ أحمد، شارع 25. طيب الله يعطيك العافية. تحت أمرك. مشينا يا عيال. أنت اللي في الصندوق ولا اللي برا؟ نعم؟ لا لا لا، الظاهر أننا غلطانين. مع السلامة. متأكدين أن أخوي ميت؟ أبوي أصبر شوية، دحين هو أخوك ولا أنت؟ إيش الهرجة؟ هذا أخوها التوأم سعد. طيب والحرمة اللي أعطتنا الصندوق؟ ترى هي سبب مشاكلنا كلها. وين تليفون أحمد؟ هذا هو. هذا وترى الاتصال جاء منه. والصندوق؟ الصندوق في الاستراحة،
مع خوينا تركي. يا جماعة والله ما لي دخل، أنا سمعتهم يقولون جثة وما أدري شلون صندوق، وقالوا لي حوص الصندوق وأنا والله ما لي دخل. يا جماعة خير يا تركي، وش أنت مسوي في استراحتنا؟ هذه استراحتكم؟ ياوة تفضل. أقول لك أنت وياه أحسن لك تأترف وين وديته الجثة. قسم بالله ما أدري، كانت في الصندوق، دخلت دوس المياه طلعت اختفت. بلا لف ودوران واستهبال زايد، قولوا لي وين الجثة. وين هم ليلو ذولا؟ خيرا بينوا. لو سمحت، على ما اظن اني نسيت جوالي في الصندوق اللي انا جيت فيه، ممكن تشوف لي؟ ومن انت اصلا؟ انا تركي. ما هو قضيتنا؟ يعني بالله ما تدري ايش قضيتنا الى الحين؟ لا ما اعرف قضيتنا يا كفتة، علشان وانا وانت نعرف الاشكال هذوليك شباب الاستراحة. مشعل ترى ما في داعي لإنكارك، كل الأدلة تشير انك انت القاتل. المهم ان الرجال طلع حي طال عمرك. رجال حي لكنك متهم بالشروع بالقتل ومحاولة تضليل العدالة. والله ما كنت اقصد، الخوف هو اللي خلاني اسوي كذا. اسمع اخوك تحكي لي القصة من الاول الى الاخير. كنت اكذب سيارتي في السوق، الرجال ركب معي وطلب أوصل للبيت، وعند البيت اختلفنا على الأجرة. تبين لي إنه مات، خفت، قعدت أدوج في الشوارع ساعة أفكر وش أسوي فيه. أخيراً جتني فكرة أورط فيها شخص ثاني، وما جاء على بالي إلا حقين التوصيل. طبعاً ما أقدر أتصل عليه من جوالي. بس أنتوا كيف عرفتوني؟ كل مجرم لازم يترك خلفه دليل، وأنت تركت أكثر من دليل، وأبسطها صورتك اللي تركتها عند محل العبايات اللي اشتريت منه. والله ما قصدت. يا عسكري خذنا التوقيف. ده الرجل اللي سلمكم الصندوق مسكناه. بس اللي سلمنا الصندوق حرمة، ما هو برجال. كان رجل متنكر بزي حرمة. آسفين طال عمرك، إنا من الخوف تصرفنا غلط. طيب إذا كان هذا الجثة، هذا إيش قصته؟ هذا أخوي أحمد توأمي، ويوم شفتوني أول مرة في حارتكم كنت أسأل عليه، قلت يمكن أحد شافه ولا شيء. بس والله الرجال يوم قبلناه شكله كأنه ميت. فعلا هو أخوي مريض عنده مرض نفسي، لما يعصب تجي إغماءه كأنه ميت. أنا أحب أعتذر على كل اللي سببته لكم، ما كان قصدي، أتأسف. عموما يا شباب الحمد لله أنها جات على كذا، والآن تقدرون توكلون على الله وتمشون. أركب بديتي. توني عند بيتي يمديني ازرع. قايلين لك ياسر مشرى هديك. ايه اللي في المدرج يتفرج. اوكي لا تنبسط انت وياه، قدم الغشيم والحقه. اقول لك انت الغشيم. لا يا شيخ العب انت ساكت، تونا فايزين عليكم. اوكي انضغط بطاقيه. اصلا الشر مو عليكم، الشر على اللي يلعب معكم. انا وياسر عندنا دوامات ولعبتكم ذي بتطول. اي والله ورانا مدير غثيث الله يغثه. انسحبت يا خوار. لا يا شيخ تخسى ننسحب. ها كمل الجيم. كيف ود عمي؟ يلا. قال ايش؟ قال انسحبت. السلام عليكم يا عمي. عليكم السلام. يا هلا ومرحبا. يا هي قهوة تقند الراس، خذي لي فنجان ونامت. قهوة دحين يا عمي في اخر الليل؟ ايه ما فيها شيء. لا 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 بالعافية انا ما ابغى. الحين جهال ما هو بضهر راسك، خوذي الله يصلحك. الله مرة طيبة. يا ابو يا
لك ولد ما تعرف تلعب. لا لا تعال انا مش عارف اقول لك اسمح له بكذب بتاعك لا تتكلم انا ولا اسكت ولا تتكلم ولا تكتب في المدرج قال لك اصبر لا تتكلم. اذن الفجر تمام لا اله الا الله يا الله صباح خير عشان رفيق ها خير يا بنتي ما نمتي لا خير يا شرف ايش فيه من القهوه حقتكم هادي هذا وانت ما شربتي الا فنجان الواحد مسهرني لغايه دحين وانت يا عمي ما شاء الله شفطت الدله كلها ونمت حنا نشرب الدله كلها وننام ما فينا الا العافيه السلام عليكم خير وش هي مقروص ما جاء الا بعد الفجر وطلع نام ساعتين ودحين رايح الدوام عجيب والله إذا هذا دوامك عندنا يا ياسر ما عاد تنفع موظف أنت معليش الله يحييك بس اللي ما نمت زين أمس وفيني أرق أرق؟ علمنا متى بينتهي الأرق ولا بنجيب موظف ثاني ما عنده أرق ويعطينا عمل ممتاز وأنت يا عامر سم وين التقارير اللي طلبتها منك؟ جاهزة جاهزة خلاص جيبها لي على المكتب يلا أبشر أبشر لك ما قومت أنت وجهك قومتك من اليوم سوى ما شفت لي وشد لك كذا رحلة رحلة بس خلص خلنا وديله بس التقارير كثر كافي كثر كافي رح وش ذا التقارير كلها غلط في غلط يا ريتك ما كتبتها أفا متأكد طال عمرك بعدين قل لي هالحين في شيء اسمه عام 1541 يعني حضرتك مقدمنا سنين على كيف هذا خطأ مطبعي من الطابع مو مني زين قل لي في عندنا قسم اسم الموارد البشرية يا حبيبي اسم الموارد البشرية أما عاد هذا طال عمرك خطأ مصبعي يعني من اصبعي أنا ضغطت على النون بالغلط يا على اصبع العدو الكسر اسمعني زين أبيك تأخذ التقارير هذه وتعيد طباعتها وتتأمل فيها والتواريخ وبالطريقة ذي أنا ما أقدر أقدمها تفضل أبشر أبشر تفضل مكتبك تفضل صمت العمر صمت لا تزعل صمت عامر 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 خير خير وش فيه في أحد يقوم واحد كذا ترى أنت نايم من يوم رجعت من الدوام ودحين صارت الساعة 10 في الليل إيش الحياة المقرفة حقتك هذه خلاص ساعتين قوميني الساعة 12 قوميني ترى طفشت وأنا قاعدة لوحدي لا حول ولا قوة إلا بالله خلاص روحي الساعة 11 قوميني طيب السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ما شاء الله جامعين كل فروض الصلاة مع بعض ما تزعل وجهك أنت وش أسوي يبا نومي ثقيل نومك ثقيل لو في مباراة ولا طلعة مع ربك صار نومك خفيف لكن يا وليدي الله يصلح بالك إن شاء الله آمين باقي صلاة العشاء الله أكبر يبوا ياخذوا لكم اجازه ترى وضعكم كذا مره ما يجي المشكله ما عندي رصيد يعني الاجازه بفلوس شوف ايش يقول ذا السبه مو هو برصيد فلوس رصيد اجازات والحل لكم سنه كل واحد فيكم يقول بعدل نومي بعدل نومي وما انتم عارفين يا حبيبي حلها ربك المهم بكره ويكند خلونا نفله يا عيال اي والله هو بنشبع نوم الحين قرب ورقه البلوت خلنا نلعب يلا ياسر تعال قابلني يلا تعلمكم غش ما فيه اوكي صح 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 صح
العب. سجل عندك قاطع بالشريه. مسوي ذي تبي تنحاش من الكبوت ها؟ ادري عليك ها، لا تهايط. صبحهم بخير. هلا والله. هذلكم مصريين مثلي. اي والله مواصلين. ايش دراك؟ ها بد والله شفت سناباتك تجيب فطور واجيكم. حيو الفطور جاء وقته. ولا كفته. سنعنا بيض شاهي. ابشر من العيون الثنتين. لا تزود السكر. كفو والله. اوف 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 ايه قم انتو يا اخ راسي. ليش ما حد شال السفرة؟ مش هالنوم يا عيال. كم لبثنا؟ وش اللي كم لبثنا انت تستهبل؟ يعني كم الساعة؟ الساعة 8. ها عامر ما شاء الله اشوف وجهك مفقع نوم. فين نمت امس؟ في الاستراحة. يا سلام عشان كذا نومك ملخبط. ومع مين سهران وفين؟ تحقيق هي تحقيق. اعترف متزوج علي؟ ما تزوجت. وين هي بس افتك منس وكمان بتقولها في وجهي بكل وقاحة؟ والله لا اوريك. ها يا شيخة والله لا اوريك. يا ابوي اهدى يا ابوي والله انت مكبر الموضوع. انا مكبر الموضوع يوم كامل ملخمي ويوم تاني مفرفر وهو صاحي. بدي افهم نفسي انت ايش بتاكل؟ اكلت فول الصباح بس. اكلت فول ولا شيء تاني بتبلبعه؟ شكلك انت مدمن. والله لا ابلغ عنك ولا اعرفك ولا انت ولدي. اعترف اقول لك والله ماني مدمن ولا حاجه يا ابوي. الموضوع ما في لخبطه في النوم بس. طيب ايش سبب لخبطه النوم يا حبيبي؟ الساعه البيولوجيه. انا اوريك كيف اتصرف. ايوه تسمع يا ابوك لو هتقول لي قول يا ولد. لازم نلقى حل لهالسهر يا عامر. اي صح نحط حد للسهر ونعدل نومنا. اول حل الاستراحه ما نطبها الا كل ويكند. بعدين ترى شكو شكفته مو بنافعين اللي انفصلنا من دوامنا. تقوله صادق يا محمد. What do you need sir? Two cappuccino. لا لا خليها اثنين عصير. اسمع يا عامر من اليوم ورايح منبهات من بعد الساعه 6 ما فيه عشان ننام بدري. لا يا شيخ وش نظام السبايك حقك؟ نشرب عصير والنام بدري. موضوع ما يمشي حيطلقها وتتوكل على الله. لا حول الله يا رب ليه كده بس؟ هي مراه مغلبت قوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا والله بالاب البطل. هلا كيف حالك يا ابو؟ شو اخبارك؟ حبيت الكعبه هنا ابوك. الله يسلمك. شلونك طيب انت؟ خير الحمد لله. خذ لك فنجان مهدات الزين. لا لا يبقى هو ما اشرب ممنوع عنها. ليش؟ منبهات اخاف تسهرني ولا اروح الدوام. لا اشرب قهوة وانا ابوك ولا نام ولا ابن العافية. انا داري بس اني قلت بجرب. جرب على كيف. ما شاء الله وش المسلسل ذا زين؟ هذا والله عجبني قاعد اطالع فيه. اجل نبغى نروح انام عشان نقوم الدوام. قم الله يصلح. مع السلامة. حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام عامر. اي والله عامر في البيت والساعة 9 وجاي بنام. خلاص كفاية سهر تعبت من طول السهر وانتظاره. ابى استريح اليوم ماني بسهران. اشوان رابح ما يسمعس. اسمعي خذي ايبادس واطلعي للصالة شوف فيلمس. اوكي ابى انام انا. حاضر من عيوني. الله يديم عليك الصلاح والهداية يا رب تصبح على خير نوم العوافي.
تدرونا ما في استراحة إلا الويكند والنوم بدري. وأخرتها ما كملتوا 4 ساعات إلا أنتوا جيتونا. طيب وش أسوي؟ من وين أجيب النوم؟ سوينا اللي علينا وما توفقنا. وش بتزينوه بدوام باتر؟ الساعة 2 الحين. ما عليك ولد العم، نبي نروح مواصلين من الاستراحة على الدوام سيدة. ما دام كذا كفتة راح أجيب له رقة خل ربع. يا ورا دز هالمطبخ ذا. طلع ورقة. اه ذا هي. ايه خلاص نلعب حنا الأربعة. صرفنا. تعال. الحين أبي أعرف وراك جاي من الدوام بدري، ترى باقي على البصمة 2 ساعة. أنا أعلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلامات، شو عندكم نايمين هنا؟ لا بس أبد عشان ما يفوتنا الدوام. ما شاء الله على الجد والكفاح والمثابرة. بس تعرفون كم الساعة الحين؟ ليه كم الساعة؟ علمهم، علموا المثابرين الساعة كم؟ الحين الساعة 3 العصر، احنا راجعين لبيوتنا. أما عاد الخير، وش فيكم وش فيكم انتم؟ ولا اشكالكم كذا؟ رايحين تهاوشون مع احد؟ ايش فيكم؟ لو سمحت احنا جايين قبل الموظفين كلهم، حتى قبلك انت. ها قبلي انا زين، وبعدين؟ وقلنا ناخذ لنا غفوه بالسياره لين قبل ما يبدا الدوام، واتوقع راحت علينا نومه. الله اكبر، سيناريو جميل بس ما يمشي علي. اسمعني انت وياه، انا بيني وبينكم البصمه، اذا لقيتكم بصمتوا اهلا وسهلا. ما في بصمة يعني غياب. تفضلوا. ما ياخذك انت وافكارك. عادي نتغدى مع بعض. اقول تفضلوا برا. حب بخاري. برا. سام سام. ما شاء الله، ايش قاعد تسوي؟ اشرب لبن. والله اوكي، انا عارف انك بتشرب لبن، بس من متى يعني؟ من اليوم ورايح اشرب لبن، لان اللبن فيه خماير تسبب الخمول والاسترخاء مما يجلب النوم. علشان كذا اليوم تنجح خطتي وبنام بدري. ما شاء الله على الفلسفه حقتك. اجل بالعافيه عليك، ولا تنسى تمسح الشنب حقك. لا يا شيخه، مقهور انا ما عندي الشنب. تخيل يعني. اقول توكري بس. الحين أجيب النوم. أدب بيجي. صراحة وضعكم هذا فيلم طويل ما حيخلص. وأنا من رأيي أنكم تتركوا الوظيفة. لا يا شيخ، ما صدقنا نلقى الوظيفة، الحين تبينا نستقيل. طيب وش أسوات؟ حياتكم مقلوبة والنوم سميلكم أجمة. الحل عندي بس بشرط عامل يسويه ويطبقه. أبشر بعزك. تم. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. حنا الشباب المتفائل بدون نياز، وصف حاجة تتسلى من الأساس. خلف الأجمل وضع أجمل حساس.
والفخر والعزة هم فرسان نطرق بيبان المستقبل إلى السحاب نسبح أكثر ريح وننجح ولا لا لين الصعبة تصبح سهلة والمرة حالي والمرة حالي نطرق بيبان المستقبل إلى السحاب نسبح أكثر ريح وننجح ولا لا لين الصعبة تصبح سهلة والمرة حالي والمرة حالي أركب ديتي عنا شباب هلا والله بجورجيا يجي بالادب لك هلا 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 ورده هلا وغاتي هلا حبيبي شلونك يابا اهلا وسهلا نورت جورجيا والله من انت تعرفون ذا لازم اجيب لك الكفته تعرف انا تعرف انت يلا يلا نرجع يلا اقول ايش تبي يخلص علينا حبيبي ترجمه سياحه ايش تبي يخلص علينا يلا وين شكش؟ سم وين شكش؟ You are in my country, man. You must respect me. ايه وش الجمله يا طارق ايه بس هذا ايه او طارق عجتها بهالبيت من الصبح تكنس وتنظف وتغسل وتطبخ ومسكينة مسكينة طاحت يدينها من الشغل عاد شو بنم ادخل المطبخ من امك شغل اورا بس قاعد تاكل انت واضح اي واضح ايش كروت تقول وش يلا بلعها بلعها يلا خشمت خشمت كلنا سلة السيف ما شاء الله سيف ما شاء الله هو وش بلات انت خلنا نتاكد مسوي عملية تجميل بخشمها يطلع ولدنا أفغص أفغص أفطس أفغص أفطس آها هذا اللي أنا أقوله من أول البنت مغرورة وشايفت نفسها هالكلام قلته لأمكم أمكم أمك يا جاهل حزة علمني رد عليك الله يهديك بس يا أبو طارق الله يهديك بس يا أبو طارق أبو عامر أبو عامر كل صبح إن شاء الله الله يهديك بس يا أبو طارق ممنون يا حتى تعملنا شيء سلامتك مع السلامة سلامتك مع السلامة سلامتك مع السلامة سلامتك مع السلامة سلامتك بيعلق يعني طاقة عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة بس كثر القلق والهم خرج شباب بوم بوم يا هلالي هو يا هلالي هو يا هلالي هو يا هلالي هو يا هلالي شباب المتفائل بدون المستقبل إلى السحاب نسبح أكثر ريح وننجح ولا لا لين الصعبة تصبح سهلة والمرة حالي والمرة حالي نطرق بيبان المستقبل إلى السحاب نسبح أكثر ريح وننجح ولا لا لين الصعبة تصبح سهلة والمرة
حريقة حريقة يا عامر قم حريقة قم قم بسرعة يلا عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة بس كثر القلق والهم خرج شباب بوم 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 هذا جواز مدينه مرسومه على عنوان للخير والوطن والفخر والعزهم فرسان احنا الشباب المتفائل بدون نياز وصف حاجه تنسلى من الاساس خلف الاجمل وطن اجمل حسب خيالي حسب خيالي احنا الشباب المتفائل بدون نياز وصف حاجه تنسلى من الاساس خلف الاجمل وطن اجمل حسب خيالي حسب خيالي شباب البومب يا الخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان نطرق بيبان المستقبل إلى السحاب نسبح عكس الريح وننجح ولا نال غير الصعبة تصبح سهلة وتمر حالي يقول لك هو فلوس ما عنده ولكن راح ينطيك قطعة أرض بمئتين ألف متر تسوى أكثر من فلوسك أرض بمئتين ألف متر؟ يعني كم تطلع دي؟ اقسم بالله واجد ها؟ شكرا أرض بمئتين ألف متر ممتاز فصيمة فصيمة ايه سي شكرا يا عمو يا ما شاء الله ما شاء الله كارفها من صباح الله خير يبا ايه طبعا نكرفها انا ابيها بعد ما انا 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 لكن شو سوي بتحملها قبلها على طول مثل اللي قبله اي وصفى لطاري علاش تسوي صفى لطاري يا داري يا حبيبي يا كفته راحت عليه ادري انه خروف هذا هرش شديش لو تطبخ فيه ست ساعات مشتوى بياخذ لحمكم وكهربكم وغازكم الله يجزاك يرحم والديك لا لا جت حلوه بس يا عامر دائما تنكبنا يا اخوي خلنا من ذول اللي زرفونا ونروح ندرد يا اخوي فلان مقروش امك خلاص صحيح انطا كويس يا قوتي كويس انت قد في كلام ثاني والله حرام عليك سكت يا اخي عرفت لا تقرب يلا يا شباب انا اقول لكم الحقيقه انتم تقولون اسمي عامر لكن اسمي نور عساف اقولك اصبر يا اخي انتم تجيبون الثاني ثاني ولا ثاني ثاني خلاص متحمس اكشن يا شباب انا اقول لكم الحقيقه انتم تقولوا اسمي عامر لكن اسمي نور عساف والمثل يقول يخلق من الشبه 40 اكيد مشبهين علي لا يا شيخ اقول يا عيال فكونا من سوالف المفزره ها حركات بزارين وجني وقاعد يمشي خالي وقاعد يمشي خالي ايش تبي انت كمل حل اكشن تكفى يا عامر لا طريهم ترى يجون اقول خلاص امسك الضحك الحين ونعفسنا ومن اليوم ندور عليها وش سالفة الشغالات اللي كل يوم كل يوم وكل يومين منحاشين؟ اي والله انك صادق، كل يوم وكل يومين منحاشين. كل ثلاث ايام. على صوت جملة ثالثة كويسة. عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خرج شباب بوم 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 بوم، شباب البوم يا. بكى والبصمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وننساه. للطاقة هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. احنا الشباب المتفائل بدون نياز وصف حاجة تنسلى من الاساس خلف
كل اجمل وضع اجمل حسب خيالي حسب خيالي احنا الشباب المتفائل بدون قياس وصف حاجه جدا سهله من الاساس خف الاجمل وضع اجمل حسب خيالي حسب خيالي شباب البومب يا عجيب والله خلوا يفكون من ثواني شباب البوم دايما نلتقاهم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان حقك الجهاز؟ ايه حقي ما شاء الله عليك كويس يلا بدق على الوالد يلا هذا اكس المفروض ذا طال عمرك يلا عجل عليه نهيد وتراك منرفزني اكثر من حمد الله شكرا الله يا عامر لا اله الا الله 5000 لا اله افا هاي ضرر لي بكره لا حمزه والله بكره ضرر زعلت والله نزعل الكلام زعلني لا عيد من اول والله والله من اول احسن من اول هيا اكشن ياسر العشاء مره ثانيه في توان اكشن ياسر العشاء كمان مره في توان اكشن ياسر العشاء في توان أكشن ياسر العشاء ياسر ما في مشكلة أنا أعطي 200 ريال بس ما في يركب حصان بعدين ما في يسوي كذا حركات البس كذا ما البس كذا بعدين عيد يلا مرة ثانية تبلا لا أنت تبلا أنت لسه يلا أوكي كبروا لي أن أكون من المستوصفين في سفرين سمتريين أكون سمتريين كوبوي نو موف طلع مسدسات أرجع عشان باقي لا أول شيء نو موف عشان بقولك إيش مسدسات آه يلا كوبوي نو نو موف كوبوي نو موف يا أخي نو موف باي فورد نو موف نو موف ايه
تأجل علي. آسف. ولا تلجون أصلاً. تبي تهرج ولا مضطك بطلقة علي. آسف. لا تستفهرج مش عندك. عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خرج شباب بوم 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 شباب بوم يا شفت الميت خذ ورطنا وننساه شباب البوم دايما نلقاهم عنوان بالخير وطن الفخر والعزة هم في الساعة احنا الشباب المتفائل بدون اجا تبي مفطح ها؟ يا ولد وسده وسيك وسده ما يحتاج والله قطعه بس كثر القلق والهم خرج شباب البوم بوم 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 شباب البوم يا بكى والبصمة دايما مرسومة على هالشفاه نرمي كل حاجة ضرنا ورا ظهرنا وننساه شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان احنا الشباب المتفائل بينكم وبين من عامل يا تبذلين يا مناحي لا لا الله ثم هالبطل وربعه ما صدينا العدو والحين انتم ضيوفي ها آه؟ والمحل ما ولا ما كان صدينا العدو لا 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 ايوه ايوه لا بس انا ما حسيت عز الله انها ثلجت قلوبنا وانبسطنا والله لا لا الله لاك يا وش اكشن ما شاء الله يا شيخ عز الله انها اذلجت قلوبنا يا مناحي يضحك عليك عقلك انت اوكي عزل وجهه من اليوم ما يضحك عزل هم بسطنا ثلجت قلوبنا قمنا غراب جو 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 غراب يو ار سمايلينج جو 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 هيز لوكينج يس بيكوز كاركتر ذس اوكي جو بس جو 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 سي غراب والله يا مناحي يا شباب خلنا والله يا اخي يا شيخ لا تذبح العنزة الحين نجيب من حليبها كاد بس دقيقة بس الولد بعيد خلك معلش يا اخوان ترى اللوكيشن خافض كثرنا يعني القطة دفعنا لك يا كل زي كل شهر هذا
يقول لك انقل مو تسرع كلام. يلا فاين. جوال مقفل. غريبة ما هي من عوايد شكوش يقفل جواله. يمكن انه مات. يا اخي اذكر ربك انت وجهك، وش اللي مات وما مات؟ لانه اي واحد يقفل جواله عندي احساس انك تعيده. عندي احساس انك تعيده. يا غشم يا حق غشاش، يا غشم يا حق غشاش، يا حكم يا غشاش، يا حكم يا غشاش، يا غشم يا حق ذا، يا غشم وشو يا غشم ذا؟ شتا وصي بس ودا مو يتصرف. شتا وصي بس ودا مو يتصرف. أربع ظروف. فين قلنا شفت انت اللي دخل؟ عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خرج شباب البوم بوم بوم بوم، شباب البوم يا بكى والبصمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة ضدنا ورا ظهورنا وننساه، شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان، حنا الشباب المتفائل بدون قياس، وصف حاجة تنسى من الأساس، خلف الأجمل وضع أجمل حسب خيال.
هلا والله بالشغالة البطلة. أنت أول مرة تجي السعودية؟ أول مرة. طب كيف كلام عربي؟ أنا أول في شغل في دبي. دبي؟ دبي. هلا والله بدبي وأهل دبي. مرحبا الساح. مرحبا الساح يا أبويا. أكيد بديتك الشغالة البطلة. بهالمناسبة هذه تنزل لي سحلة أغنية. أوكي. خمس الحواسي سائلني عنك وقلبي فيه جرحين، جرح التجافي والتجني وجرح سكن في قلبي سنين. وخمس الحواسي سائلني. هذه الشغالة الجديدة توني مطلعها من الوكالة. ما شاء الله فاشينيستا دي ما هي شغالة. ايش اسمها؟ ميري. ميري؟ طب ليه ما نسميها ميسي؟ وين منفردة بهجمة هي؟ خلوها على اسمها لا تغيرونه. مين ذي؟ لا تقول لي الخدامة الجديدة. الا الخدامة الجديدة هذه مو حقت شغل وكرف، هذه حقت دلع ومكياج. رجعها رجعها يا عامر. وين لبن هي؟ اقول لك رجعها الحين. خلاص خلاص ودي مكتب. تعال وين وديها؟ انا دافع فيها 20,000 وقاعدين ننتظرها 6 شهور بس. هذا هو على كلامك وديها وديها. وانت صادق يبا وعليها ضمان 3 شهور يعني اذا بزوطت نقدر نرجعها. متأكد؟ جربيها يمه. نجربها. خذيها يا مشاعل وديها فوق. والله حرام عليكم فجعتوها المسكينة. يلا امشي قدام يمشي. اسمعي يا ابو عامر شغالة وجبناها لك بس اسمعي انا ما بيها تدخل المطبخ ولا تقطع جلطة ولا تغسل مواعين ولا تلبس شيء في المطبخ كله ولا تقرب ملابسي. فهمتي الكلام ولا لا؟ هجل وشو اللي جايبينها؟ جايبينها لامك تبي شغالة مثل الناس. عجيب والله. ميري يا ميري سابقا وين راحت؟ ميري ميري عامر شفت ميري؟ لا ما شفتها. صار لي ساعة أدور عليها وين راحت؟ يمكنها زبنت. وش زبنت؟ يعني أخذت عفشها وهجت. هو يلا خلصينا نظفيها زين نظفي الشمعات. حاضر بابا حاضر. اي حاضر بس نظفيها ولا خلاص نظفتها. روح اجيب المكنسة ونظف السيارة من داخل. طيب طيب بابا طيب طيب طيب. وش بلاش انت تنسى زعلانة. ما شاء الله ما شاء الله كارفها من الصبح يبا. اي طبعا نكرفها. انا ابيها بعد ما تخلص تروح تنظف السطح والدرايش. شوفوا والله يا ام عامر في هذا حللنا 20,000 اللي دفعنا فيها. ولا تنسى يبا 1500 راتبها. وتصاجر ابوك خلصينا يلا بسرعة. سليمان شغل الموية. يلا نظفي زين نظفي زين نظفي فوق اللوحة 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 تحت. كفو والله ممتازة ذي الشغالة ممتازة. ميري هذا الجوال لك أبيك تخلينا معك على طول أي وقت نحتاجك نكلمك. مفهوم؟ مفهوم ماما. ميري وين طاقيتي المذهبة اللي أعطتك إياها اليوم؟ بسرعة جبيها يلا خلص علي. ممتاز ممتاز. ايه دائما كذا لا تغسلينها بكلوركس يروح الصفار كله. اوكي انت ممتازه خليك كذا على دائم. اوكي يعطيك العافيه شكرا. ايش عندك مع الشغاله؟ ابد قلت لها وين طاقيتي وجابتها لي. ومين قال لك اصلا تتكلم معاها؟ ما كلمتها ارسلت لها على الواتس. كمان بينك وبينها رسائل؟ رسائل واتس مو بسناب وغيره. لا ما شاء الله صريح والله. لو كلمتها مرة تانية ولا تلفت لها ولا عملت أي شيء وتكلمت معاها ولا طالعت ما تلوم إلا نفسك. سامع ولا لا؟ أقلب الدنيا على راسك. يا
أبوك الغيرة. ماري! حسوي معاكم ستربس الدجاج المقرمش. أول شيء حضيف بيض، لبن سايل، ماري! فلفل أسود وملح. نعم بابا. دقيق حضيف عليه. هالقابلة عندنا ضيوف. أبيت تنظفين المجلس وتبخرينه. مين قايلة؟ أنا ما في قول. ممكن نفر تاني. أقول القابلة، ما تفهمين أنت؟ مين قول؟ ولا أنا ما في قول. مشعل! يا مشعل! ايوه ايش في يا خالي؟ اتصل بعامر يجي ياخذها يوديها للمكتب، ما نبيها. حاضر يا خالي ابشر. ما في مشكله، ودي المكتب، انا ما في قول. لحظه، قبل لا يوديها عامر المكتب ابيها. احس ان المستيشن فيها شيء. اقول لا تصرف علشانك لاقي مهدف. لا ما اصرف، انا فزت عليك من قبل. متى يوم تفوز؟ نسيت 2016. اوف 2016 متذكرها. فايز عليك بعد 2500 مره. ها يا رجال، فايز علي عام 2014 ولا الحين يذكرني فيها ويذلني. هلا. طيب خلاص جهزوها اجيكم. حط ستار. يلا مع السلامه. يلا يا عيال بعد اذنكم ابغى اودي الخدامه المكتب. يعني منسحب من المباراه؟ في هذا التحدي؟ وين التحدي؟ درج انت درج، ما تسمعني قبل شويه اكلم اهلي؟ يعني الخدامه اهم مني؟ اي اهم منك. زبدله. نطف الجبهه. عادي، اهم شيء انه انسحب. سجل يا تاريخ. السلام عليكم. عليكم السلام. اوف 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 اوف، وش ده؟ تفتيش بعد؟ ما تسكتون؟ تخلوني اركز. وراي شغل، وراي شغل، وراي خدمات الغيرة افتشهم. اوف عمى. وش السالفة؟ ابوك قال للشغالة القابلة وهي ما فهمت علي. بس كذا؟ بس انا احس بقمل بوكس. ترى اقول لك شيء، ابوك معقد. ايه لا تغلطين على ابوي، لا الحين الحق الشغال المكتب. كيف 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 كيف؟ مو كفايه اني انا ساكته على رسائلك معاه ولا نسينا؟ وشو؟ تراسل ولدي قليلة الحياة؟ عجيب والله. يا مرحبا يا مرحبا عامر، يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. طمن الوالد. أنا علمت الخدام المصطلحات العربية النجدية الأصيلة وبقت تمام التمام. طيب وش تثبت لي؟ بقبل أسر أم سيان الزبلة أم حق ولد دبشة قمقها. أها رأيك شنو؟ أنا أشهد إنها شقردية وممتازة. وسوي شكشوكة بس لا تكثرين البصل، اوكي؟ السلام عليكم. عليكم السلام. كيفكم عامر؟ لو اني دارية انك جايبة شغالة ما كان جبت شغالتي معي. وانا لو دارية انك بتجيبينها كان قلت لك لا تجيبينها. ايش الوسوسة هذه؟ يعني سايبيني انا اشتغل في المطبخ وما شاء الله هم قاعدين هنا؟ قومي قدامي يلا. ايش
يا راس بالي بيد الخد يا طوين حراير من ضرع وين رايحة؟ ودي زباله برا. حط الزباله يوديها عامر، حنا ما عندنا شغلات تطعم برا، هذا المداخل الفي عجيب والله. الله يعطيك العافيه يا مشاعر على هالطبخ الزين. الله يعافيك يا خالي. بس اللي طابخه ميري. ميري؟ اهم شيء لا تقطع سلطه ولا تغسل ملابسي. ابوك الصمله. طب تعرف تسوي شاورما؟ تعرف تسوي كل شيء، تسوي اكل اماراتي كمان. ما شاء الله تبارك الله، طبخه احسن من طبخ بعض الناس. ايش تقصد؟ اقصد طبخه احسن من طبخ المطاعم. عجيبه والله هالميري. ماري يا ماري. نعم بابا. وش هالزبايل هذه؟ بابا انت حنام ما في هرمة اتلا برا. ايه صحيح. يلا يلا روحوا نادي عامر خلي يشيلهم. يلا عامر. عموري عموري ولا العابد اخلص وش تبين؟ طفش ابغى اشتغل. وش شايفتني مكتب العمل؟ أنا كذا بس من الفضاوة يعني قلت أسوي مشروع في إنستغرام أبيع فيه منتو يغمش في الموزة. منتو يغمش؟ إيه كويس، منها تصرفين على نفسك. موافق. يس. ها إيش رأيك؟ شغلها البطل. ترى انا اللي علمتها. ايه بس من اللي طبخ ونفخ؟ صراحه كده هي. ما شاء الله وش هالزين. ايه اكرفوها دافع فيها 20,000 وتاكل وتشرب وتنام. لا وماخذ راتب 1500 بعد. صدقت يا وليدي. تعال يا ميري تعال يا زين التمر انا وياس تعال. يلا الحين ابحني انا بروح الاستراحه وانتي زين المنتو اللي يغمش. مع السلامة. ابلش السكري هذا تحطينه بالعلب هذه وتكنزينه بالفليزر لأنه مزبن على رمضان الله يشرفه. أيوة أنا معلوم كله بابا. لا تورملين شيلها يلا خلصيني. عجيب والله. جات أم سعد جايبته شغلتها وياها. ها اي عسى ما خليتهم يجلسون جميع. لا ما خليتهم. ها وش ذا؟ خلطنا السكري والمرحي والخلاص مع بعض كوكتيل تمر. دق على عامر خليه يجي يودينا المكتب. ما تروح إليه ما تجي المفتشة منيرة. عجيب والله. عطى بدري عليك 1-0 بتنتهي المباراة. يعني فرحان انك فايز 1-0؟ اي فرحان وانت متعود دائما اصكك 3-4 غريبة واحد عليك صح؟ بتشوف الحين بجيب التعادل. واذا جبت التعادل بنلعب بلنتيات وبصكك. الو طيب خلاص خلوها تجهز اغراضها وجايكم. مع السلامة. يلا يا عيال بعد إذنكم. عسى خير. أبد أبروح أودي الخدام المكتب. بتصرفني يعني ها؟ كل شوية تقول لي الخدامة خدامة ها؟ لا يا شيخ وشلون أصرفك وأنا فايز 1-0؟ لأنك جبان الحين بتنسحب. بنسحب ها؟ طب اسمع هذه اليد أبى أخليها عندك وأتحداك تفوز. لا جايب لنا واحدة ما تعرف كوها مكرسوها. اتخذت التمر السكري مع خلاص. ده شو الكلام ده يا حاج؟ سكري وضغط وروماتيزم. انت جاي تقول لي الغاز وامراض ولا جاي تقول شنو بالضبط يعني؟ انت حالها ما تبعدين عنها. اكبخت مثلها. حقكم هذه ما نبيها. رجعها ورجع دراهمنا. ايه ترجعونها.
لانها على الضمان. انت ما عندك تقويم ولا شنو؟ الضمان منتهي له يومين يا استاذ. عجيب، وش هتقول انت يا حاج؟ الخدامه دي عندها بنود في العقد. يعني اديك امثله، مثلا واحد لازم تشتغل 12 ساعه في اليوم، لازم في الاسبوع يوم اجازه، وثلاثه واهم شيء لازم تلتزم بمهامك كخدامه. مثلا يا حاج انت قاعد تخليها تغسل السياره؟ لا يا شيخ. واربعه فطور وغدا وعشاء. خمسه يوم اجازتها لازم انترنت وتسهل لها التواصل مع زوجها. سته في اوقات راحتها توفر لها تلفزيون، ويفضل يفضل اتش دي طبعا. ما يمدي تدبرني اصير خدامه؟ اوه هالزباين، انا وين بلقى هبه منكم ولا من المكتب؟ انا ما بيش كل هذا، انت كلام ما في هرمه اطلع برا. يلا شيل شنطه ودي فوق غرفه. اوكي عجيب والله. وراها عليك يبا، وراها عليك. شيل الزباين وطلعها برا فكني. انا تقولي شيل الشنطه؟ لكن وش اسوي؟ اتحملها دافع فيها 20,000. اوكي يلا جود نايت. وين جود نايت؟ وين؟ اجلسي، بيجوني حريم ابيك تساعديني. انا دوام ساعة 8 الصباح والهين ساعة 8 بالليل، وقت انتهي خلاص. انا نوم. عجيب والله. خذها خذها الحين ودها المكتب، ما ابيها. يا يما الضمان انتهى، يعني ما في استرجاع ولا استبدال. مالي شغل، خذها ودها المكتب، ما ابيها. يا معامر تعوذ من الشيطان. رمضان على الابواب الله يشرفه، وعقب العيد ابشر بالخير. ما ابيها، ما تقعد عندي بالبيت ولا دقيقه. ودوها المكتب. مشاعل؟ ايوه يا خالي. اتصلي بالمفتشه. ابلش. خلصنا من هالعلة، المرة ما تبيها بالبيت أبد. والله حاج شوف اسمع، إحنا أخلينا طرفنا منها، من رأيي كنصيحة يعني، تنقل كفالتها. بعت 9,000 صافي؟ بعيبة، ترى الصومة طيبة. أنا رجال سراي ودراهمي بجيبي. تدري عاد نصيبك. الله يعطيك العافية منيرة، بس عساها تعرف تشتغل. ايه تعرف مدربتها، واي شيء تبينه يوم عامر ابد اتصلي اتصلي، انت تامرين امر. تسلمين. السلام عليكم. عليكم السلام. ما شاء الله ما شاء الله، من هي هذه؟ هذه يا ابو عامر الشغاله الجديده، منيره ما قصرت جابتها لنا. ونعم والله بمنيره، ونعم بمنيره. نعم بحالك يا ابو عامر. وشلون لقيتيها بسرعه هذه؟ عندي واجد ترى المهنة. وانتش عليك يا ابو عامر، المهم انها دبرتها. المطلوب الحين انك تدفع راتبها مقدم. تامر امر على هالف نفس تستاهل. واحد اثنين ثلاثة، هذا راتبها 1500. وشو؟ ما عليه، ما يدري ما يدري. الله يهديك يا ابو عامر، الأسعار تختلف في رمضان. كم تبين يا منير؟ 5,000. 1000 ينطح 1000. 5,000؟ دقيقة. على وين يا أبو عامر؟ أبهج، أبى أدور كفيل. أم عامر بينا فتشة. عجيب والله. يا اخوي العب مثل الناس يا اخي، لا هربت لك شيء، لا ترجع شيريا. ما تعرف تلعب؟ كم فارس هناك يا عيال؟ متى يجي عامر كذا ونكسر راسه؟ يا حبيبي عامر لما له يومين مسافر، وتوقع بيقعد شهر كامل. الاول صن فن يا حلو. المشكله جواله مقفل، والنبل من يوم ما راح ما اتصل علينا. 400. تسلم لي يا حلو.
اطلق منها، المهم عندي 400. يجي بالادب يا ابويا، احلى كفي واحلى تكوى، بدل تكوى الضعاف هناك في الاستراحه، بلوت بلوت تكسير روس لين ساعتي انكسرت. عشان كذا انا ما اجي. حلو. دقيقه دقيقه. هذا اللي رايح بيروت؟ تكلمني؟ لا اكلم جدتي. ايوه اكلمك يا واد عامر، انت قبل 3 أيام قلت بروح بيروت، ما هرجع الا بعد شهر. اخوي شكلك مشبه انت يا واد عامر من الاستهبال. لو سمحت احترم نفسك لابلغ الشرطه. هو الواد ده حكيته ايه؟ يمكن مشبه. ابن الحلال تأكد، أكيد إنك غلطان. غلطان مين يا أبويا؟ مجنون أنا لو أغلط في عامر. تم إنه عامر وراي أجحادك أجل. هو هذا اللي مجنني. ها يمكن أجته فلوس وتكبر. أما من ناحية الفلوس باين على الواد مقرقش، ما شفته سيارته وبيته ولا في الأحلام. مو ما أنت وقايل لنا إنك عرفت بيته؟ أيوه. خلاص عيال قول البيت. يلا. هي هي. تبي شيء بعد طال عمرك؟ لا أبد. بس ارسل ايميل للشركه وبلغيهم انه موافق على موعد الاجتماع. سمت على عمرك. عامر راكب هالسياره وعنده سواق. الا قسم بالله انه عامر. الحقوا الحقوا. وش يبون ذولا؟ اسرع. اسرع. امشي. اقول لك امشي. امشي. امشي بسرعه. أمشي. لا توقف لا توقف. امشي امشي. عامر يا ابن الحلال اكفني شرك، وش تبي انت؟ وقف مجنون انت، بكلمك شوي. وقف. ما فيه إلا تفسير واحد يا عيال، في عصابة خاطفته ومهددينه ما يقول أي شيء عن شخصيته. طيب وليش؟ يمكن يبونه ينفذ أشياء ضد القانون. لا لا لا، وش الحكي ذا؟ ونحن أبو حنا ونعيشين بو. أنا أقول إنه فاقد للذاكرة. إي والله إنك جبتها، عامر فاقد الذاكرة وهو بنفسه يعتقد إنه شخص ثاني. هذا فيلم يا ابن الحلال. عضلك على شحمه أنت وسكت، بعدين تعال يدبش أنت وياه. كيف فاقد الذاكرة وعنده ذا السيارة وذا القصر؟ صدقوني ما راح نفهم إلا إذا جبنا عامر هنا. يا جماعة، الأستاذ نور بنفسه جاي وتارك مكتبه وجميع أشغاله الخاصة في بريطانيا علشان يجي عندنا هنا في الشركة يستثمر معنا في مشروعنا الجديد، مشروع الأبراج الجديد، وراح يكون شريك معنا طبعا.
بمبلغ 15 مليون دولار، وهذا الرقم مبدئي، يعني إذا اتفقنا إن شاء الله راح نزيد استثماراتنا معكم بإذن الله. طال عمرك أكيد، والاتفاق إن شاء الله ما راح يصير في خلل بيني وبينك نهائيا زي ما هو، ولكن أنا زي ما تشوف جمعت مجلس الإدارة الخاص في الشركة علشان قلت يمكن تحتاج أي استفسار أي سؤال فيما يخص المشروع يكونوا جاهزين تحت أمرك. والنعم فيكم جميعا، بس قبل ما نسمع أي شيء أحب أعرفكم على الأستاذ صلاح المدير المالي، وأبيكم تتعاونون معاه في الفترة الجاية. إن شاء الله طال عمرك، إن شاء الله أبشر. اشرب العصير طال عمرك. انتم تعرفون اللي تسوونه هذا اسمه خطف؟ اقول اقطع وخص ولا بمخمص على اذنك الحين. ما تدروش عقوبة الخطف؟ جواد ايش اسم ابوك؟ عساف. يعني انت نور وابوك عساف، ليه صار جدك خوسيه سيارة؟ هي شايفنا قطل عندك هنا؟ يا شباب انا اقول لكم الحقيقة، انتم تقولوا اسمي عامر وانا اسمي نور عساف، اكيد انكم مشبهين علي، والمثل يقول يخلق من الشبه 40. الجوالات الايفون اللي في نفس الكرتون ما تتشابه، روح العب غيرها. وخلصت الكلام. الظاهر ما في فايدة يا عيال. أقول نقعوا الخيزرانة. يا الحين هذا ليه الحين قاعد يشتغل من الصبح وهو قاعد نفس القعده دي وعمال يطلب مننا كل حاجه؟ حول ولا قوه الا بالله. اللي قال لي وشه من اللحيه ملوش حل، مفيش تفصيله بتعدي عليه، مفيش معلومه غير لما بيعرفها، مفيش ورقه غير لما بيطلب يصورها، احنا مش عارفين نعمل ايه معاه. خلاص خليك معاه وتابعه. حاضر. لا يروح على عينك سامع. حاضر فهمت. حاضر بسرعه. أنا نور ماني بعامر، ما تفهم؟ تكلم، هذا مين؟ تكلم. قلناك أستاذ نور. أهرج أنطق. زيد يا شكوش. أصبر عيال شوي وحطلع الجن اللي فيه. أي تسود عليه. أي. تسود. أي أي نور طمنيني، حد رد عليك فيهم؟ إيه رد علي واحد منهم وسألته على الأستاذ نور، قال ما نعرف أحد بهالاسم وهاللعبة اللي تلعبونها مو بعلينا. بيطلعونا منين دول؟ بيطلعونا منين دول؟ تعتقد ان وراهم حد؟ انا شكيت في البدايه، قلت يمكن منافسين ثامر ما يبون يعقد الصفقه، لكن اتضح لي انهم اغبياء بس مشبهين علي.
بس احنا على كده لازم نبلغ الشرطة. لا 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 هذول يخلهم علي. امشي. أنا فعلاً عامر، لكن للأسف فقدت الذاكرة. وعلمتكم؟ ما قلت لكم؟ أبيكم تزوروني بالقصر. إيوه كذا رجعت الذاكرة تصاحبنا. زين أحتريكم، أنتم تعرفون المكان. إي هي نعرفه. يلا جايين. يلا عيال. هيا. قلت لكم أنا ماني بعامر، أنا ماني بعامر، اسمي نور، ما تفهمون؟ ما تفهمون؟ ملاحقيني في كل مكان. أنا وش سويت لكم؟ ها؟ وش سويت لكم؟ ما تركتوني في حالي، حتى في الشركة ملاحقيني؟ خلكم الحين تستاهلون اللي يجيكم. أنتم ناس ما ينفع معكم إلا القوة، وآخرتها تخطفوني؟ يلا خذوهم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا صراحة واصل يا فندم. اهلا. السلام عليكم. مرحبا. اهلا وسهلا. هلا استاذ. تفضل استريح. تفضل. قل لي وش تشرب. لا 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 ما فيش داعي. خلنا الحل تحت امر. يا هلا والله وسهلا. اهلا بيك. انا بصراحة أحسد الأستاذ نور عليك، ما شاء الله عليك، موظف كفو، قاعد تشتغل 24 ساعة، تشتغل ليل ونهار، ويكفي يكفي إنك جالس تنقذها في المواقف الخطرة مثل الخطف. أنت وصلك كل حاجة بقى. فعليك، أنا ثامر والأجر على الله. عموماً دوق بحضرتك. أستاذ يعني ممكن أسألك مثلاً راتبك كم؟ مستورة والحمد لله. يعني مثلاً نقول 10؟ تقدر تقول. لو حسبتها يلا ما لا داعي نحسبها. عشرة آلاف ها؟ عشرة آلاف مثلا لو حسبناها تطلع هذه الفلوس يعني يمكن راتبك لمدة سنة؟ يمكن 5 سنوات ممكن. لا لا هذه تجي لها راتبك لمدة 10 سنوات. وهتشتري بالفلوس دي ايه؟ المبلغ هذا ابغى اشتري فيه عيونك، تغمض عيونك عن كل حساباتنا ومستنداتنا في الشركة وتمشي صفقة. انت يا شباب اتوقع اننا غلطانين. ايش قصدك؟ يعني هذا مو هو عامر خوينا ولا شيء. طيب دحين مو نسوي ما لنا الا نعتذر منه ونخليه يسامح.
السيارة سيارة عامر، وعامر يقول أنا نور. إيش الحكاية؟ إيش الهرجة؟ أهلا أستاذ نور، تفضل طلبك، تفضل تفضل. أشكركم إخواني الإعلاميين، أشكركم موظفين وأعضاء شركتنا الموقرة لحضوركم الكريم للتوقيع على الاتفاقية الاستثمار مع الأستاذ نور. تفضل تفضل طال عمرك وقع. أعتقد أن مهمتي انتهت أستاذ نور. نور؟ أنا نور يا ثامر، نور اللي رجيتها قبل لما كنت تحسب أني المحاسب المسكين صلاح. يعطيك العافية عامر. أنا صار لي شهور وشهور أتفاوض مع شركة ثامر عن طريق اليميلات اللي عقدتها الشراكة، وعلشان يطمن قلبي أكثر وأكثر حبيت ألعب هاللعبة الصغيرة مع أخوي عامر إلين أتأكد من مصداقية الشركة. أول يوم قابلت فيه الأستاذ نور كان في المطار. ما شاء الله عليك، صدق اللي خلاني أركب معك إني حسيت إنك شاب طموح وتحب تشتغل وتتعب وتعتمد على نفسك. الله ما يسلمك، تعرف نكد في وقت الفراغات، طلع حق البنزين، حق اثنين شاورما. الشغل مو عيب. هذه لك. ما أدري شو أقول لك صراحة، لكن تستاهل كل خير. خذ هذه مقابل أمانتك. أمانتي ما أخذ عليها فلوس. مع السلامة. ادعيت أني محاسب بسيط واكتشفت أنه فيه رشاوي ومشاريع وهمية وفساد ماله أول من تالي وكلها مكاسب حرام. هذا العقد بالله يشرب مويته. أجل نور عساف ها؟ أركب بديتك.